بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مهم غاية الأهمية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحين بلابدنا إن شاء الله تعالى دراسين متن آد مهمة، الدروس المهمة لعامة الأمة، ومتن الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم، وهي على ما سماها المؤلف مهمة، بل في غاية الأهمية. وصدق المؤلف كما أشهي إن يتهي مهم، بل ومهمة ومهمة آدوي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. سيد أول شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز هو مؤلف كألفي كتابنا. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ محين أدراسينا وأخينا دروسا مهمة. لأنها مهمة. حيلي ومهم. وأوصى بها العلماء. علماء نوادر دارمين. بل هذا المتن، متن الدروس المهمة، يصلح لأي دولة. متن الدروس المهمة وحكوها بون هي دولة دولبة، ويصلح أن يدرس بكل لغة. قف كستاء يكوها بون هي ندرسيه، حتى يصلح لغير المسلمين، حتى وللمسلم الجديد، حتى عدا المسلمين أهين بوف عين هي المسلمين تعصب. هناك من الطلاب من يتكبر على العلم والعلماء، وحاشر أرضي إسكلوين علماء إي علم ذا. يعني عندما نقول له تعال ادرس معنا متن الدروس المهمة، يقول لا أنا طالب علم. مرك أضو يا دكتور كالي كتاب كنا لا أخر سوق وأديه يقول لي أنا وحنا هاي أرضي طالب العلم معنا إسكلاس الرية. هذه دروس مهمة لعامة الأمة، أنا لست من عام الأمة، أنا طالب علم. دروس تاني وحنا الله وطلع قلي وما دكوا إذا عام رأه أنا وقول وحنا هاي أرضي يا كسر الرية. نقول طيب نسألك عما في هذه الدروس، إذا أجبت أنت أعلى من عام الأمة. ليب ما لها بوير وحين هو كله بيحكرنا سؤال بالقوة دينا يهتدك جوابته وتكسر رئيسه ومدى عامد هذا. وإن لم تعرف الإجابة عوام الأمة أفضل منك لأنهم لا يتكبروا. حدات كجوابي سؤالها سنة عوامة ومدى أيا كسر رئيسه أذقة. ينبغي على الطالب أن يتواضع. قف كطالب كوحاكوها بون إن أو هو سيسوديغو يسير على النهج والطريق الذي خطوا لنا العلماء حتى قدم حتى يصل إلى ما وصل إليه العلماء. نعم. وحو راعي جدك علماء إنو جديين إلى أقاروا ماشي علماء قارين مرتبة ذي. نعم. تحتوي هذه الدروس المهمة على دروس ثانية وحي كل سنة يسا طريقة السلف مع القرآن، طريقة السلف كوقادين القرآن ك والتوحيد وما يضاد التوحيد وهو الشرك، هي التوحيد كي وحي كهرماني والشرك كا والصلاة، صلاة و الوضوء والطهارة، ويسقاتك إيا طهارة، والآداب والأخلاق الإسلامية، آدابك إيا نقنك في عن إسلامك، وتجهيز الميت وتكفيني والصلاة عليه، يارقرين تميتك سيدي سي رغمديسة. نعم، هذا محتوى هذه الدروس المهمة. وإنت كتابك كان كل سنة يو. نبدأ بالدرس الأول بإذن الله تعالى. وحنكون بلا بين درسي غوغوه الرئيا. الدرس الأول طريقة السلف مع القرآن. درس أبوه الرياء وطريقة السلف كأقادين قابي القرآن كل رقم مجرين. يعني الآن كل واحد منا لابد أن يسير على النهج والطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. ميت كستو إنك ميدا وحلق مرمان واه إن أقاضوا طريق النبي محمد أقاضي عليه الصلاة والسلام صحابته أقاضين سلفه أقاضين. لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 فرقة، نسأل الله عافية والسلامة. محيّل أمدة تاني وحي أقيم سمي دونتا تضبات نسيتح فرقة دوت كلها في النار. لما أنتوا نارتي كتيران إلا واحدة وحنمت كاهين. من هي؟ واتمة تاسونا. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نبي قال وحول عليه الصلاة والسلام ومد قدر السقناطة وحن مانت أنيقى أصحابتي أن قدر السقناطة. إذن
نريد أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا واحد دورينا إن نكون على هالنوع وحيقود السجناين أن قود السجنان الصحابة هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تكون على ما كان عليه الصحابة هذه ليست كلمة تقال باللسان، لابد نطبق، لابد نعمل. هذا دوني النبي محمد دقن كيس أو كلا يا صحابة ضبا وأفضل لقدها ما هي وحبوب أنتهاي إن لا تفعلها إن لا سمعيه. نعم الصحابة رضوا الله عليهم كانوا في كل يوم يحفظوا 10 آيات. صحابة وحي رضوان عليه ما لهم الوحي حفظين شرين طبعا آيات. إذن في كل يوم تحفظ أقل ما يكون 10 آيات من القرآن. ما لك استوحى وغير حفظ هن نقطات طبعا آيات. وتنظر في تفسير هذه الآيات من تفسير مختصر سهل واضح. كذبنا واحد يجي سطال عنيسا آياتها تفسير قوة قوة وقفت فضل تفسير قوة وقفت فضل. ثم تستعين بالله على العمل بما قرأت وحفظت. كذبنا واحد الله سبحانه وتعالى قال ميسان إيسا إن قو عمل فشد وحي أذوق أدبرت ويد أسوأ آخر سي. وهذا لا يكلفك أحيانا القراءة في التفسير المختصر لا يكلفك أحيانا 5 إلى 10 دقائق. وحبذا كاقاذن ميس وحني وحي كاقاذن تفسير كذب كاقاذن يا شن دقيقة إلى 8 دقيقة. لأن الناس انقسموا تجاه القرآن إلى طرفين وسط. دتكو مرك القرآن كله في ريو وحقوق بسنسد حقيبوت لبطرف يمدحه. قسم يهجر القرآن قلو قرآن كهو كهجرتي. والهجر يكون للقراءة هجر كوحو نقون قراء قرآن كأخين تيسا وللحفظ حفظين تيسا وللتدبر النظر في معاني الآيات إن لقو تدبروا الله في الفيري معناها آياتها وللعمل بالقرآن إن لقو رقمه وللتداوي به إن لا يسكد دوئيه. هذا قسم. القسم الثاني قسم نعم تهوى قيب طلبات. قسم ثاني يحفظ القرآن لكن لا يفقه منه شيء. قيب طلبات قرآن كو حفظيني لكن محبك ما فهم سنة يعني يقرأ بلساني فقط دون أن يطبق دون أن يعمل. عربكم بوكغة يعني أخينا يا لكن كما عمل فريو. لكن السلف الصالح هم الوسط كانوا يحفظوا وينظروا في تفسير الآيات ويستعينوا بالله على العمل. سلف كنا قرآن كهو حيوق هذا الطريقة وفي عن قرآن كوانا حفظيين وانا كل رقمين. ولو استمرت على هذه الطريقة بإذن الله تعالى 6 أشهر هذا يعني مدة تستطيع أن تحفظ فيها القرآن بإذن الله تعالى. هذه الطريقة النوع اللي بلود دائمته إن شاء الله تعالى قرآن كي يتحفظين دونتا. أي كتب التفسير نقرأ كتب كثيرة في التفسير. كتاب كيف أن أخي نتفسير في أخي الناب كتبته وبدنت هاي. لأن بعض الطلاب يقرأ في المطولات في التفسير. قارقود كتبته وويم يتفسير كأخيان. لا يبحث عن تفسير سهل واضح مختصر مثل تفسير نعم. وحرادين يا قفك طالب العلم جاء تفسير أي فضود هاي وأي سهلنت هاي سيدا أوكله. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. تفسير كأولي فيش عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. تفسير مختصر واضح. ركز فيه المؤلف رحمه الله تعالى على العمل بالقرآن. وتفسير هذا فضوية وحو مؤلفك حوق ساري كدقنك قرآنك. نعم إذن هذا هو الدرس الأول. كان هو درس يوقوه الرأي العناية بالقرآن قرآنك إن لقد ذلك بأن تصحح القراءة وبخاصة سورة الفاتحة. أخرنت قرآنك إن أتعرف كذا أتصحضه قال أهان سورة الفاتحة. فتأتي إلى مدرس مثلاً للقرآن وتقرأ عليه الفاتحة حتى تكون الفاتحة صحيحة. وحاول إيمان يسقف قرآنك يقانا أو قرآنك يقانا وتقول الأخي سيو فاتحة كذا صحه. نعم وتستمر على هذا تقرأ وتحفظ وتنظر في تفسير الآيات وتعمل بالقرآن. سداسة قصعون إيسا قرآنك والأخرية إيسا وتحفظين إيسا وتكون رقم إيسا. أقل ما يحفظ من القرآن وحاو قجر يا قرآنك لغا حفظي الفاتحة يا ركن في الصلاة. فاتحة واتير صلاة تثير الشيء كم إذا ثم تحفظ قصار السور كدب واحد أخرية سورة سورة ذهقا قابا من الزلزلة إلى الناس سورة الزلزال إلى الناس لغا قالوا. نعم بعد هذا هذا القسم الأول من هذا المتن المبارك. نعم قيبتني وقيبت أبوه الرأي متن المبارك. القسم الثاني التوحيد. قيبت الله بعد كتاب اللغوشي والتوحيد كان تقدم معنا تعريف التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة وحيروسه هرمري
قيحد التوحيد كأنت وقيس مصدح ذا وعرفنا التوحيد شرعا 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 توحيد محلو يقنا وسوق إحنا وكذلك الإسلام إسلام هو سوق إحنا ومراتب الدين قلنا ثلاثة إسلام وإيمان وإحسان مراتب الدين تنا وسوق إحنا يد وسوق شقنا يواسد الإسلام إيمان إحسان نعم وشرحنا أركان الإسلام أركان الإيمان وشرحنا الإحسان كذلك وحن سوق شرحنا سيدو كله أركان تا إسلام كإيمان كإحسان كبار نعم وقلنا أن لا إله إلا الله لا بد أن تقوم على ركنين كفر بالطاغوت وإيمان بالله وحن سوق شقنا لا إله إلا الله لبطر لبطر واحد ويان طاغوت كان إن لقوا قالوا أبو إله إلا الله سبحانه وتعالى نعم ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة لا إله إلا الله وفرها جندا يعني لا يمكن أن يدخل الجنة إلا من يشهد أن لا إله إلا الله جندا صورة قل ما إنه قالوا إلا وحقري يقف قرسن توحيد كاس لكن هذا المفتاح لا يفتح كما هي مفاتيح الدنيا لا تفتح إلا بأسنان الأسنان هذه هي شروط لا إله إلا الله نعم. فرو البأدوية وحما فرو هدان لهين الكو الكها فرها جندنا وشروط كلمة التوحيد من يذكر لي شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله يأيشي كره نعم نعم الشيخ الله يفتح عليك يقول الشرط الأول العلم أي العلم بمعنى لا إله إلا الله شرط يقهر يوا علمي أقالواي بمعنى لا إله إلا الله أقالو حيتاي إذا كان إنسان لا يعرف معنى لا إله إلا الله والله ما تنفع هذا وقفك أقول معناها لا إله إلا الله أنفعي ميسو فلا بد أن نعلم معنى لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له وإن نوغانا لا إله إلا الله وحي لا إله إلا الله وحي أنفيني سوء ديديسا وح الله كالصهر إلا عبده سبحانه وتعالى إلا الله وحي عباده وسوء الله تبارك وتعالى نعم والعلم بمعنى لا إله إلا الله ضده الجهل بمعنى لا إله إلا الله نعم علمك وحا كسه الشيدة إن لا إله إلا الله جاهل لغن نقول الثاني اليقين لا بد أن لا يشك طرفة عين في أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات نعم وحلق مرمان أه إن هذا مرنا بكشكيين إنه الله سبحانه وتعالى كل النقضي ربني مديسة إلهني مديسة إيه أسماء صفات كيسة ولا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية وهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام إنه سنكشكيين يعني عن شك كجلين إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن لهين وحكم إذا وحبار رب سبحانه وتعالى القار مغضي فالذي يشك في أنواع التوحيد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تنفع لا إله إلا الله نعم قف كان نعيد التوحيد كشك سن أما النوع من أسلم كشك سن كلمة أنفع ميسو نعم الثالث القبول لابد يقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة ولا يرد شيء نعم شردق أشد الثالث شردق سد حادي والقبول روح إنه أقبله وحكستو النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كان كوي ميت سنة أنا كنت ميت نعم الرابع الانقياد إذا لابد ينقاد لابد أن يعمل لأنه إذا كان لا يعمل بالشريعة هذا لا تنفع لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله لابد فيها من قول وعمل واعتقاد نعم نوع أفراد وحي وهو قانسا وي والروح وين وهو قانسا ما وح الله لوحى الله إله إلا الله يوضته نعم وضد هذا ترك العمل نعم تاوح قيادة وحا كسهر شيدة إن لقدتك وحي كلمة دين يوضته أما يدربان يسو نعم خليك معنا يا شيخ انتبه معنا نعم الصدق لابد أن يكون صادق في قول لا إله الله لأن المنافق نسأل العافية والسلامة يكذب في قول لا إله إلا الله نعم شردك كلام والصدق ورمت واي قفك وإن كر شيقا وحو عرف كيس كشيقا وإن عرف أي قلبك إسوافقان اترك الكتاب يا رجل خليك معنا لا تكتب وحير لا افهم
إذن المنافق كاذب في قول لا إله إلا الله، إذن لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. منافق أريق وأفك كشيء وكب كبين شيء وحنان في عميسه. نعم. الإخلاص لابد أن يخلص، أن يريد بلا إله إلا الله وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقول لا إله إلا الله مراعاة للناس. نعم. شردك قال وإخلاص كواي قفك مركب وكلمة نكوها الله يا وإني قلبي يتكسر في الشعر وإن أنا أهين دتك إني كوجو أركان ما يكوجو مغلان. يعني ما يشرك، لأن الشرك إذا دخل أفسد على المرء كل شيء، نسأل الله عليه السلام. نعم. شرك يهدي وقف صواق له وحكس عمل في سوافة هذه. نعم. المحبة من شروط لا إله الله، المحبة يحب الله ولا يحب أحد مع الله. نعم. شروط كلمة وحكم ذا المحبة وكالقعيل كأه وحجعلي الله سبحانه وتعالى إلهي جعيل كي سنعدنا لما عدك لكم الدرو. نعم. ويحب ما أمر الله سبحانه وتعالى بمحبتهم وحكروا قفكني جعلانا يا وحي الله إن أمره سبحانه وتعالى إنه جعلانه من عمل وعامل عمل يوقف كالسمين يبا يعني كل ما جاءت به الشريعة لابد يحب أحكام الشريعة ولا يبغضها وحكى السواء الشريعة والتي مدواج علانا يا ويحب من عمل بالشريعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ملائكة الصالحين كل موحد سيدوك لابد جعلانا يا أنبياء الله سبحانه وتعالى يا صالحين تي الرسل محيلي إلهي ما تبارك وتعالى جعل هذا يجي نعم لو أبغض الصلاة لو أبغض الصلاة حتى ولو صلى لا تنفع لا إله الله حضو صلاة النعبية هي حتى هبته كذير صلاة دافع ميسو نعم هذه سبعة الآن الثامن من شروط لا إله الله الكفر بما يعبد من دون الله لابد أن يكفر بالطاغوت يكفر بكل ما عبد من دون الله نعم شرط استدلال وحويان والكفر إن لقو قالوبه وحل عابده لسكي سبحانه وتعالى ويتواقيد كم تهي نعم طيب لدينا الشرك الشرك يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر هذا واحد شيء دون شرك علمته وحيو قيبيين سدح لبقيبات شرك وين يمدير الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة إذا مات الإنسان عليه فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار شركي قوين هدو الروح قدو لنتو قف كاسي نارتو كواريا وارتان وولغدا وإذا تاب منه في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه هدو كتوبت كينو انت توبت الله أقبلينا والله توبت أقبلي دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وحاكم إذا إلهي غيتي إلا ويد سبحانه وتعالى وح الله كريه أنكرك سبحانه وتعالى صرف أي عبادة لغير الله عبادك من عبادة سبحانه وتعالى اللول لحي ألا غيرك الذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح لأصحاب القبور إلهي غيرك إن لو قورعو كالقعيل أضوء قبر النذر لغير الله ألا غيرك إن لو شرديو الطواف حول القبور قبورة إن لا طوافه السجود الركوع الصلاة الصيام الحج لغير الله إن لو سجوده أما لو ركوع أما لو حجيه أما لو طوافه إلى غير سبحانه وتعالى يخاف من غير الله خوف مساوي لخوفه من الله إلهي غيتي بكبق يا سبحانه وتعالى عبسي اللمذة أما لسما تن الله وكله سبحانه وتعالى نعم الشرك الأصغر شرك غير الحلف بغير الله وقال لغيتي ان نقول دارته قول ما شاء الله وشئت هذا الكأه ما شاء الهي وحو دونه ادنى دونته نعم لابد ان نحذر من الشرك الاكبر والاصغر وحلق مارماه انه كدكتونا انه الشرك قوين يكن يربى لان الاصغر يوصل الى الاكبر نسال الله عليه السلام محايل يمتك يري وحكو قارسين كراه كن وين لان انواع المحرمات اربعه نوعية ذا وحيابها نلقى حرمي وأفر صغائر كوير ير وأعلى من الصغائر كبائر كوا كوا كوين كبائرتا وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر كبائرتا كوا وين وشرك أصغر كا وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر الشرك هي كان كوين وشرك أكبر كا فلا بد أن تحذر من جميع المحرمات هذه الأربع وإن تسكي إلى رسالة دمان محرمات كاسي أفرتا نعم تا
تتوب إلى الله تستغفر إلهي وتوبك إن سبحانه وتعالى كذب الاستغفار بالله إيمانيسا تتعلم لابد أن تتعلم أنواع الشرك حتى تجتنبها وحاتكو خصبنتها هنا تبرتو نعيد الشرك جاسد وقفقاته تدعو الله سبحانه وتعالى يجنبك الشرك إلهي ودي سبحانه وتعالى إنه الله شركه كافه جيو لا تخالط أهل الشرك والضلال هكود إهم أو هكود درس من قوة الإنسان يقوى الشرك جا أهل كذا نعم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث الصلاة أنت كتب المؤلف الشيخ قيب السدحار وصلاة الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات صلاة وحي لها الشروط ووحي لها آداب ووحي لها مبطلات ووحي لها السنن إيهيات نعم ما هي شروط الصلاة شروط الصلاة محيطها هي بسم الله الله أكبر ممتاز هذا يقول شروط الصلاة تسعة وحير ولالكو صلاة شروط يدو واسقال هكذا يضبط العلم سيدان أي علم قال لقد الباء يقول شروط الصلاة تسعة وحير شروط الصلاة دو واسقال واجبات الصلاة ثمانية صلاة واجبات كده نواسدين أركان الصلاة أربعة عشر ارتيرش صلاة نوافر يطبن ثم بعد هذا يعد كذب نقف وسوع لنيا فنضبط العلم بهذه الطرق لأن هذه الطريقة هي التي سار عليها العلماء طريقا أي علم ذا الوجود بمحايا لطريقا وطريقا علماء ذو كسع نعم نبدأ بشروط الصلاة وحنكو بلا بينا شروط الصلاة الأول الإسلام كانوا جهر يا وإسلام لماذا فلو صلى الكافر فصلاة باطل هذو قال كتو كذو صلاة يسوى باطل لو صلى من يسب الرب سبحانه وتعالى هذو كتو كذو قف إله عاية سبحانه وتعالى من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسب الدين أما النبي عاية أما الدين تعاية يطوف حول القبور قبر يدا طوافيا يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إلهي غير كبري سبحانه وتعالى هذا حتى ولو صلى صلاة باطل حتى يتوب كان حتى هدي أوتو كذا صلاة دي صلى ما أقبل إذن أي عبادة من العبادات لابد أن تذكر أول شرط هذا الشرط موجود في كل عبادة في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة في العمرة في الوضوء في كل عبادة لابد من هذا الشرط الإسلام عبادة كستأول لقبنا نوع كستأهن نقطه وحا الشرط هو إسلام لماذا نعم ولهذا أول ما يؤمر بالكافر ماذا؟ سيدا تردد وحوه الرجاء كافر الأمر يمحيه بماذا يؤمر الكافر؟ أول ما يؤمر به بالختان أو بالاغتسال من يعرف؟ ما وحى الأمر يا إلا قدمسين وما يدوه من يعرف؟ يا قرانيا نعم أول ما يؤمر به يؤمر بالشهادتين ونعم طبعا مع شروطها نعم وحوه الرأي قال كل أمر يا وحويان إن أشهاته أو توحيد قبصده كذبنا أميده إذا لا نأمر لا بالختان ولا بالاغتسال ولا بغير أول ما يؤمر به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أمر مينو إلا قدو أما إنه ميدو وحان أمرينا إنه قاتو كلمة التوحيد كأولا جاء رجل نصراني إلى الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى نين كريستان باوي ويمت أي إمام؟ الإمام؟ الضحاك إمام الضحاك نعم فقال له يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر وحيري إمامه وأنه وحن شعل إسلام لماذا؟ خمر قنا وحن شعلها يعني ما الذي يمنع هذا من الدخول في الإسلام؟ أنه يعرف إذا دخل في الإسلام منع من شرب الخمر محاك الريبة يا إنه إسلام فقره لأنه في أوجه هذا الإسلام فقره إن لقمر لقر لقور استاجد دون عبيتان كغمر قال فقال له الضحاك رحمه الله تعالى ضحاك في أوجه إنك نسراني قالها قال أسلم ورصا إسلام وإن شئت شربت الخمر حداد الخمر قال عبيسة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول نجي كريستان كان مشوا قصة إسلام يكون الشهادتين فقال له الضحاك الآن نعم ضحاكك ويلي هدر الآن أنت مسلم حتى وحتى يا مسلم إن شربت الخمر جلدناك حتى خمري قعبته والغراعية وإن رجعت عن الدين
قتلك السلطان حداد إسلام لماذا كلا باتدنا دلبا كوكو حكما قابل لا يستطيع يكلم عن الخمر يكلم عن ماذا عن الدخول في الإسلام كهر إمام الضحاك يمكن كلامها اللي كرين خمر قاعد بتان كيسا لكن وجهك له اللي هو محايد إسلام في إنه صغره إذا نحن ما نخاطب الكفار إلا بالتوحيد أنا واحد طبق قرضة وحن كلها اللي نكليته إن نقول إنه كلمة التوحيد نعم إذا الأول الإسلام مركوها رواه إسلام لماذا وهو أعظم شرط من شروط الصلاة شروط الصلاة شيء قوي وإسلام لماذا الثاني العقل فلو صلى المجنون فالصلاة باطلة شرط الله بعد وعقلك يمير كوايب قفر مير لهين وراها دوتك صلاة الغماء قبله طيب لو صلى السكران قف حبسن هدوتك ذو فصلاة صحيحة أم باطلة صلاة يسمى الصحة مسوى باطل نعم نعم لماذا سبب. السكران عاقل ليس بمجنون وهذا قال لك العقل وضد الجنون نعم صلاة نك سكرانكو عقلي وليه أيهما أفضل كيف أفضل بدل المجنون أو السكران أيهما أفضل يا فضل بدن متك وعلا متك عبسن المجنون مريض معذور نك وعلا ونين ترين يلون عذور داري أما السكران أما نك عبسن غير معذور معذور ما يسوى لأن الخمر عرضت والله على بعض الحيوانات وأبت أن تشرب منها خمر جوح الله بدنجي حيوانات كقارقودني عبان وديدين بل الخمر أم الخبائث يعني لو تجمع كل الخبائث تكون الأم لهذه الخبائث هي الخمر خمر هو يلا وحن حن أدنى فلو صلى السكران صلاة باطلة نعم قفك عبسن هدوتك زلالي سوى باطل وصح ونقول له لا تشرب الخمر وتصلي ولا بد وحن لأنه الخمر عبن وتكني سواء الغمر ما نتكتن الشرط الثالث التمييز ليس البلوغ التمييز هو التفريق بين الأشياء يعني هذا الصغير الآن هل الصلاة صحيحة أم لا ننظر نقول له قم يقوم اجلس يجلس معناه مميز وإذا كان لا يفهم السؤال والجواب هذا معناه أنه غير مميز يميز بين الأشياء يعرف هذا ماء هذا نوع تمييزك معناه ذو بلوغة معها فرق بين وحوى أول حياة تمييزك وحى الله هذا إنه المهني أم قفك إنه أشياء ذا أم أشياء ذا كالسوعي كرم نعم إذن الشرط الثالث التمييز أي التفريق بين الأشياء فإذا كان يفرق بين الأشياء فالصلاة صحيحة شرط لا يستطيع أن يفرق بين الأشياء فالصلاة باطلة الشرط يا سيد حال هو تمييز هدي الروح وأشياء ذا كالقين كرو وكالسوعي كرو صلاة سوى صحيح هدان كالسوعي كالسوعي صحيح معها نعم الشرط الرابع النية شرط أفراد ونية والنية هي أن يقول نيذ وين وقفك لها اللهم الله يو إني نويت أن أصلي في هذا اليوم وحن يسيرا ما أنت تكذب السبت وسبتي الموافق وافق سن للسادس والعشرين لحي لباتنكي من شهر فبراير بش اللبات 2017 تضوي طبنك التاريخ ده مصليا أنا قو تكنيا في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كنت تكنى مسجد أبو بكر بنيروبي نيروبي كويا لا بدولة كينيا دولة كينيا مصليا صلاة العصر أنا صلاة العصر تكنيا أربع ركعات أفر ركعات توقيت بتوقيت نيروبي 24 دقيقة تقريبا ساعد النيروبي أفرت إلى وقتك مرك أيتاي وبجانب عن اليمين الشيخ حذيفة للعيق لو حذيفة تشوفه وعن اليسار الشيخ راشد لنعيك الشيخ سيد راشد وتشوقه وخلف الشيخ الإمام آدم هل قضاشي لو تغيي إمام آدم هل يصح هذا؟ سيدا ما الصحبة بصحبة ممكن الإمام انتهى من الصلاة إمام هو دسا وصلاة هو كبحبة لا يصح النية في كل العبادات محلها القلب والتلفظ بها بدعة نيذو محل كيذو يميش مكان كيذو وقلبك أفك عرق اللغة وقيوة بدعو إذن من شروط الصلاة النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة في كل العبادات التلفظ بالنية بدعة
هذا شروط الصلاة وحكمها ذا ونيدا نيدا محل كذا وقلبي جواي. نعم هذا الشرط الرابع. هذه الشروط الأربعة تكون في كل العبادات إلا أن الزكاة والحج قد يختل بعض الشروط إلا الإسلام. نعم. أفرت شد وهر ياي عبادات كأردن وكوذا سميهين إلا ما لها قارقود حج كأي زكاة والموية. نعم. الخامس رفع الحدث، لابد أن يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء. شرط أفراد وحويان حدث كإلا الرفعي ويسلاءان تحدث كوالا بنوع كان أكبر كأه سيدا ويسيدا يعني قبيس كجرابة إيا حيد كويح لمدا أصغر كنا صحرة إيا كاذدة إيا محوها هاي الريح إيا كاتباتو لابد ما إلا رفعي يا واشرد خرج منه ريح ريح وربا كتمد أو أتى البول أو الغائط أما مسكوش هذه وصحر هذه وكاشي وجاء وصلى بلا وضوء ويمد واتكذي ويسلآن الصلاة باطل صلاة سوى باطل خرج منه مني وحكت قصوى بحذي مني وجاء وصلى ولم يغتسل فالصلاة باطل السقوم قبيسن بوتكذي صلاة سوى باطل نعم لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء وحا خصب النجاسة إن لزوليو سدح شينا لغزوليو عن البدن شركة والثوب دركة والمكان الذي يصلي فيه هي ماشي أتكتو كنيسو فلو صلى على بدن نجاسة هدي أوتك إذا شركي سو النجاسة هاي أو على ثوبه أما دركي سو النجاسة هاي أو في مكان نجس أما ماشي أي نجاسة مكان كبا عالما بالنجاسة يسوق أوق النجاسة ذاكرا لها خصوصا قادرا على ازالتها فالصلاه باطل كاري كارينو اسك زوليو سلاديس وحن قريسه باطل نعم ستر العوره او اخذ كامل الزينه في الصلاه اورد الا استره اما قروحده او كامل ان لوقات الصلاه يا قال الله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاه على قول بعض العلماء الا وحينا امر يا سبحانه وتعالى في سوره الاعراف بني ادم قروح ذينا اوقات مركزت اتكنيسان سيد العلماء قال اليه نعم فناخذ عندما نصلي ناخذ كامل الزينه مركزت اتكنينا وين نادوا لبسنا فانت الان تصلي لله سبحانه وتعالى هذا واحد كان يسأل إلهي سبحانه وتعالى خاصة عندنا أكبر إشكال في من يصلي في البنطال وحيا بها إشكال كتير وحويان يعني قلت كان يسأل ويشا خاصة عند السجود عند الركوع مركا أي سجود يان أما أي ركوع يان نعم فالمرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن هويني إذا كان قاد كأه تركيا أو نمبي أستريسا إلا وجهها وحن وجهي إذا كاهين وعند الأجانب تغطي حتى الوجه مركي أجانب تأي سواق مريان حتى وجهي ودبوليسا نعم والرجل نينكو يستر من السرة إلى الركبة وهو أستريا سرة حدنتا إلى تلباء ماشي لا يقدر مع استحباب ستر العاتقين يضع سنتها إنه أستروه وأخذ كامل الزينة في الصلاة لبس في عنا وقت صلاة نعم فلو صلى هدي وقف كنت كذا مكشوف العورة يضع عورتي سوى بنانتها فالصلاة باطل صلاة سوى باطل نعم ودخول الوقت لابد أن يصلي في الوقت وحلق مرمان الروح انه كنت كذا وقت صلاة فلو صلى قبل الوقت هذه صلاة وقت ذكر وقت كذا او تعمد اخراج الصلاة عن وقتها فالصلاة باطل اما اقصد انه صلاة وقت اذا كسر صلاة سوى باطل اذا لابد ان نصلي الصلاة لوقتها اذا وحلق مرمان الروح انه صلاة ديسا وقت ذكر وقت كذا نعم واستقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة نعم شرط كلا وإن كعبة أما مكان لقابله كعبة وهي لقابله في الحضر وفي السفر مركز نجد التهيب مركز سفر كتهيبة إلا أن النافلة في السفر يصح أن يصلي
حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الطائرة. لكن مركز مسافر كتهي جهك سادوت يعني محوها يدوت كنيسة سنة أهان. نعم. طيب هذه هي شروط الصلاة. واتن صلاة الشروط ديدا. إذن أتى بشروط الصلاة. قفكي شروط صلاة ديدو لي يمد. الآن يريد يصلي. وحو هذا الربعين تكذو. فنسأل الآن عن أركان الصلاة. وحن هذا ويدينينا صلاة تيرشيرا. من يذكر لي أركان الصلاة؟ يا إنو شيخرا. نعم. 14 الله يفتح عليك. وأفر يتبن. الأول. نعم هذا الصحيح، لأن بعض الناس تسأل أركان الصلاة يقول أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، التشهد الأخير، هذا لا يحفظ، لازم يرتب. نعم وحفي عن مركي والروح وشيء صلاة أركان تيدا إن سيدي أكره الريان وأكله تحسيده ولا وكب العبيبة استادة. يقول أركان الصلاة القيام مع القدرة، يعني لابد أن يقوم يصلي قائما، هذا إذا كان قادر غير عاجز. نعم صلاة أركان تيدا وحوه الرياء قفك إنه استاغو حدي وكري كرو ومع القدرة هدو روحه أو ذكره، يعني إذا كان عاجز عن القيام نسأل العافية والسلامة مشلول مثلا قفك هدي وعاجز كعاجز إنه استاغو يعني أنا وكري كرين استاغا. نعم ها أو يقدر على القيام لكن يقول يأتيني ألم شديد حتى لا أخشع في صلاتي، فهذا غير قادر على القيام عاجز. وكري كرا إنه استاغو لكن وحولي أي مكان استاغو حنون بدن بندريمية. نعم إذا لابد من القيام في الفريضة وحلق مرمان صلاة فرض كي لو استاغو. أما النافلة يصح أن يصلي جالسا. أما صلاة السنة فرد بكتو كنكرا ولكن يأخذ نصف أجر القائم. لكن وحو قادنا يا كالبر قفك تاغن أجر كيسا. نعم طيب إذن لابد من القيام في الفريضة وإن صلاة فرض كلو استاغا ثم تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر. كذب وحاكوحيقا وحلو يغن تكبيرة الإحرام يدنا وحلقا وضاين اضطراضه الله أكبر. نعم ثم قراءة الفاتحة وحاكوحيقا فاتحة أخرين تيدا فلا بد أن يقرأ الفاتحة كاملة وحاكوكو قسمه قفك مسلقا فاتحة ورمسترين وأخريو مرتبة إسوغو مرتلا مرتبة إسوغو يعني هتي يعني إسرع الرع صوالي وشكا لا حول ولا قوة إلا بالله إسوغو إسكو حتينيا يعني لا يصح أن يقرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم ثم بعد هذا يقول الحمد لله رب العالمين يرتب معناها وحو أخرنا يا فاتحة سيدي قرنتهاي ويمعنون سيدي قرنتهاي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اي نعم مرتبة بآياتها. يدو آياته يدو آيس يعني اسكح حقان. وكلماتها. إريد هذا. وحروفها. هي حروف تيدو. وحركاتها. دغدغاء يعني شغلة هذا. لو ترك منها حرف. هدو حرف كتغو. أو حركة بطلت الصلاة. أما شغل وكتغو صلاة سوابوريسا. ولابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. ركعة ولي وإن قلقوا أخرية في سورة الفاتحة. في السرية وفي الجهرية. صلاة هديتها هي السرية سيدوها كوكالي أما هي الجهرية سيد عشاء وكالي. ولا تسقط. لا تسقط الفاتحة. عن المصلي. هذا الذي يسيد مكاتو كنيسو. إلا إذا أدرك الإمام راكعا. إن الإمام فقصوها ليشموي صغر ركوعسا. يكبر ويركع وسقطت عنه الفاتحة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكبير سنيا والركوع يا فاتحدنا وكد عيسى إمامك كتحملية. نعم لكن أنا أرى البعض عندنا يصلي الآن وعندما يعني يسكت عندما ينتهي الإمام من الفاتحة أسمع بعض الناس يعني يرفع صوته. الأصل الإصرار بالفاتحة. نعم ما يرفع بها صوت سيدا أصل كوحا ويان فاتحة الروح إنو سيريستو وحوير وحا مقل يا بردد فاتحة كورو قاضية. نعم ثم الركوع وحا كحيقا ركوع ذا كحيقتا ثم الاعتدال أو الرفع من الركوع وحا كحيقا اعتدال كوحا لدها مكر ركوع ذا لغسو كعو استاق اللي استاق ثم السجود على الأعضاء السبعة
كدبنا إلى الغسل جودو تضوض حبنوت الجبهة والأنف وجه يسنك وضع صعدة وباطن الكفين على لبضة على علو والركبتين لبضة تشلب وباطن أصابع الرجلين إيو فرها اللغها إيو فرها اللغها الميم باطن أصابع الرجلين الباطن يعني حق غيبة الدنبواي فرها سنرى أي نعم طيب ثم الاعتدال من السجود الرفع من السجود سجودين لقصوك ثم الجلسة بين السجدتين لبدا سجود فدق أود حياء إلا فريستو لا شيخ خبر نعم ثم الترتيب بين الأركان إيو إن لا يستراعيو يعني سيأكل سلوك لسمية أركان لابد أن يصلي الصلاة مرتبة وينو الصلاة سيأكله الرئيس أوتو كذا نعم ولابد من الطمأنينة وحلق مرمانا حسلوني ذا الطمأنينة تتحقق في الغالب بأن يقول الذكر الواجب في كل ركن من الأركان طمأنينة سيدة غالب كوحي كسو ناطا روحا إنو أخريو أذكار تقصو أرورتي قوبة هذا يعني ما ينقر الصلاة بسرعة صلاة ما كوينة يوم لو قال في السجود سبحان ربي الأعلى في الغالب أن الطمأنينة تحققت بهذا القول هذه السجود كو آخر يوم أذكار الله وطر سبحان الله على وكاليس هذا بدن طمأنين الله إيمان يقفك نعم ثم التشهد الأخير كدبنا أتحياتك دنبائي ودنبائي والجلوس للتشهد الأخير يا أتحياتك إن الله فريسته والصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد إن الغسل عليه الصلاة والسلام والتسليمة إيه الله بدأ السلام عليكم هذه أركان الصلاة واتن أركان الصلاة لو ترك ركن من الأركان الصلاة باطل هذه الروح كتغطير كما تريش صلاة صلاة سوى ككع حتى ولو كان خلف الإمام حتى إمامك هبك الدنبي نعم واجبات الصلاة صلاة واجبات كذا ثمانية يقول نعم سديد وهي جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام رمان تكبيرات قصوا أروري صلاة وحنكا هين تكبيرة الوحدة تكبيرة الركوع تكبيرة السجود مثلا نعم تكبيرة الركوع يتن سجود به كل تكبير في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام من الواجبات تكبير والبو صلاة كم إذا وانا هين تكبيرة الإحرام وواجب واي نعم وقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع إيه هذا الكاء سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى المرة الأولى سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وجوب. سبحان ربي العظيم والركوع ذا المرة واجب مرة واحدة يجب عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة المرة ترى سبحان ربي العظيم وواجب ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي المهم إنه أنت قبضي وصنو وقبضي هالكامر إذن وجوبا يجب عليه مرة واحدة في الركوع بهذا اللفظ أن يقول سبحان ربي العظيم إنه اللفظ كان استعمال سبحان ربي العظيم وواجب هالمرة نعم ثم قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد كذبنا وحي أورانا يا سمع الله لمن حمد إمامك إيا غفك لي يتكنا يا با نعم وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم إيا قولك ربنا ولك الحمد إمامك نوادها يا قفك لي نوادها يا قفك لتجيني نوادها يا نعم وقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي الأعلى واستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يذن إنو حل مر إنو إلى سبحان ربي الأعلى سجود وواجب ويستحب له أن يزيد بما ورد إن كبدنا إنو كبدينا ووصنه وقول بين السجدتين مرة واحدة رب اغفر لي ويستحب له أن يزيد بما ورد لبدا سجود إحدى ودنا إنو يا رب اغفر لي أما هو كبد يبا وحو يذن و والتشهد الأول التحيات أوه الرية الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء هذه الصلاة أي تهيسة ركعة سيد المغرب وأكله أما أفر أي تهيسة عشاء يكون لم يتكاء نعم والجلوس للتشهد الأول
الفريستو تشهد كأوجه الرياء وواجب. يبقى معنا السنن تأتينا إن شاء الله تعالى في تطبيق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينو هري سنن كينو هري إذا إن شاء الله تعالى وحينو إيمان المكان ده بقينه قابك والنبي محمد تكني عليه الصلاة والسلام. مبطلات الصلاة. صلاة وحيابها بورنية. من يعرف مبطلات الصلاة؟ يا قرنية صلاة وحيابها بورنية. طيب قبل أن نذكر مبطلات الصلاة نذكر أنواع الحركات في الصلاة. أنت أين شيء مبطلات الصلاة وصلاة بورنية وحين شيء دونا حركات في الصلاة رضاع الصلاة. الحركات في الصلاة تنقسم إلى أقسام خمسة. دقائق الصلاة وحيوقي بسنتا شن قيبوت. حركة محرمة. دقائق أن لا أقولين. وحركة مكروهة. ملة كهانية. وحركة مباحة. مد بنان. وحركة مستحبة. مد سنة. وحركة واجبة. هي مد واجبة. الحركة المحرمة. مد حرامتها. الضحك. وقصلك. الأكل. وعنتانك. الشرب. وعبتانك. الالتفات الكثير عن القبلة. إن لقال الله يحضو أنت يعني وحبذا لو قال الله يحضو قبل هذا رفع البصر إلى السماء أرجع حاجة قر إلا فيريو الحركة يتحرك حركات كثيرة في الصلاة دغدغاق بدن وزايد بصوينية هذه حركات محرمة ودغدغاقية عن لو قلين الثاني الحركة المكروهة نوع اللبات مدى لك هاني حركة قليلة لكنها لغير حاجة لغير سبب ودغدغاقير لكن سبب الآن بصوينيسا الثالث الحركة المباحة الجائزة نوع سد هذا ومد بنان وهي الحركة التي لسبب وحركة الحركة المباحة الجائزة التي لسبب حركة بنان مباحة ومد الصوبة إلى ذلك نعم مثاله الآن هذا الشيخ سجد وسقطت النظارة وخاف عليها أن تكسر فبأدنى حركة رفعها وضعها في جيبه يصح وسيد الشيخ أنا وكلاء سوى سجودي يا أيا وح كذا عي مرايذه وكذا عي وحكبة قيل لقيت شبيه وساقته دق الجوال في جيبي بأدنى حركة ضغط على الجوال حتى يكون ليس له صوت سوى سلادة كتير أيا سلفون كي أم تلفون كي سي وصور دعي وموسيقى نعم أما لو أخرج الجوال وهو يصلي وأخذ ينظر وقال سبحان الله يعني من هذا اللي اتصل عليه وقت الصلاة أخذ ينظر هكذا ثم أغلق الجوال هذه الصلاة باطلة لأن حركة تظن غير مصلي أصلا قف بس نعم. قف بس هذا كتيرة تلفونك بأوصل دعي واجي طلع يقصو عيا بيري كدي بمركة تكون مشغولي تاسو كل اللي ما أقرا نعم الحركة المستحبة مد اللي أقولي هي سد الفرج أو صندع الحركة الواجبة عيد علينا الحركة المستحبة مستحبة سد الفرج وهو يميلها فنان إلا بوحيوه أي نعم صفقة الخامس الحركة الواجبة مد الشنات مد واجب كا الحركة الواجبة إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة مد واجب وحدان ودغا غسلات دي سوحين غرسة مد باطلة يعني الآن هو يصلي وجد في موضع السجود نجاسة يسوى تكان يا أيام ماشى وكنت تكان سجود وحو أركي يعني نجاسته لابد يتحرك يمين أو يسار ينحرف عن النجاسة حتى لا يسجد عليها وحقوق خسبية هاي لنا عمدين أما بذي حين وقال لحظه وقال غاوه أو وجد على غترة نجاسة أما يعني دبع النجاسة أركي ماذا يصنع لابد أن يزيل هذه النجاسة ويكمل الصلاة يرفع الغترة عن نفسه وإن إسكاق هذا كذبنا محو هاي أو تورا نعم الآن عرفنا الحركات في الصلاة لأن نذكر مبطلات الصلاة شيء من هذه المبطلات واحد يجعل الصلاة باطل إذا لابد تنتبه للمبطلات نعم مبطلات كل شيء يدونا يمتكمل الصلاة أنا محقق يا بابا ينشك نعم يقول الأول الكلام العمد مع العلم والذكر واحد واحد يقول تكلم في الصلاة صلاة دي بروحك واحد لي وهو ايش في نعم وحي تكلم في الصلاة صلاة دي بالروح اكو دخلي عندما تكلم في الصلاة تكلم وهو عالم تحريم الكلام في الصلاة
وهالله إسقوا أق إن صلاة إن لقد حلا إني حرام تاعي. فلو كان جاهلا وتكلم في الصلاة صلاة صحيحة. هدو جاهلي هيسان وقاه صلاة سوى صحيح. ولو نسي وتكلم في الصلاة فالصلاة صحيحة. هدو إسهل مامو وقاه صلاة سوى صحيح. لكن لو كان متعمد وعالم تحريم الكلام في الصلاة وذاكر وتكلم في الصلاة باطل. لكن هدو أق يهي ونحسوسيه هاي سدان وكل حلاه سلاد الزواج باطل. نعم. إذن الكلام إذا كان عن علم بتحريم الكلام بالصلاة. نعم. هديه أوجي هذا الخاء إن أنا يكبرنا أن سلاد جذه هذا. وكان متعمد ونأقص ذي وذاكر حسوسيه هاي فالصلاة باطل. سلاد الزواج كع. الثاني. مد اللباد. الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة دقدقات وكثيرة هذا فربدا ومتتابعة اسرع رأسا تنظر إليه تظن غير مصلي وحد مكاد أفتو واحد متقفل أنه تكني نبا وليس له حاجة في هذه الحركة دنك يعني ظروف كنتين مشير تونس أو رفقه قلنا يخرج الجوال ينظر في الرسائل أو في الأرقام مثلا وحفيرنا تلفونك وحقيقة يا فرماها الله صدر يو أرقامته نعم الانحراف الكثير عن القبلة إن بدل لقال لي قبلة ذا حق هذا نعم الأكل والشرب عبعونتان يعبتان والضحك قصلك وانكشاف العورة عورة إني في دنته وخاصة في من يصلي في البنطال حال السجود والركوع قال أهان دتك كنت كان يسراويشا مركي سجودي أما الركوع عيال فمن يصلي في البنطال ينتبه قف كسروال قلت كان يوب البرارو احسن البس ثوب تعال الصلاه فالله يعني ابو يران ابو فعنان صلاه حلقه لتكلياي بل قر واسعه لو تكذب واذا صلى في البنطال يحتاط حال الركوع السجود لو انكشفت العوره من الخلف الصلاه باطله مركه سروال روحه قلت كان يوب حلق السجود والركوع له وحافيد ميا عوردي سلاديس مركوا كاكا نعم وكذلك انتقاض الطهارة سيدا سوق لو حكم إذا طهارة إني برتو خرج منه ريح إني ريح كسر بحضه لكن تيقن 100% أن الريح خرج منه لكن وحب بقولك وبقول يقين سينها إني كسر بحضي هنا أصبحت الصلاة باطلة الصلاة باطل بين قنيسة نعم إذن أخذنا ما يتعلق بالصلاة وانسوق هذا نوحي كتعلقي صلاة شروط الصلاة صلاة شروط هذا وأركان الصلاة صلاة أركان هذا واجبات الصلاة هي واجبات كذا مبطلات الصلاة وحصلاة برينية وأخذنا الحركات في الصلاة أنها خمسة وحنسوق هذا نقرأ صلاة الغصمة إني شنطهي نعم طيب الأصل أن المسلم يتطهر في بيته أصل هو يغفر مسلم كأنه كسو كسو طاهر يكون سوي سقاط قريجيسة يعني يخرج من البيت جاهز للصلاة متوضئ جاهز ويقول يكسو بحياة سوى صلاة دودي أرجروبي أو ويسقابة لا يؤخر الوضوء إلى المسجد ويسد أمد بدقي إنه مسجد ويسقاطه هذا الأفضل سدا صافي عن يتطهر في بيته يقول يكسو يسقاطنا يا يلبس أحسن الثياب نرجع وقف عن بصاحرنا يا يخرج إلى الصلاة ماشياً وإن ركب فلا بأس وحو الصلاة السوء هذا يا السقوة اللغينة يا هدوك باور صرع عن الدب لها يخرج إلى الصلاة في هيئة ليس فيها استعجال كان يأتي إلى الصلاة وهو يهرول أو يجري صلاة وحوكو إيماني يا قاب أن دقد كتيرين أو مشمل السقوة يعني اللابان هو هايو أو يأتي للصلاة وهو يتكلم بصوت مرتفع في الجوال مثلا أما الصلاة إيمان يسوق التليفون كآد وبه الله يقول له قيلنا يصير عدد عدوك له أو يصرخ أما هو قيلنا إياه نعم فإذا وصل إلى المسجد أدو مسجد كسوق يا رب يقدم الرجل اليمنى وحوكسه بلابا يا لوك تمدك ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله عليه وسلم قصوا رتيبنا أخينا يا ويترك الدنيا خارج المسجد الدون كان وقصه تجي يا بنانك لا يتكلم في المسجد عن البيع والشراء مسجد يا جماعه حل يا ولا الطعام ولا الشراب راشين يا عبتان
ولا يبحث عن الأشياء المفقودة، يقول فقد لي يعني سيارة أو حقيبة أو كذا. وحيا الله ما ينمشي كرادين ما يستجاريج يوم حواي بورسديسة. الكلام في السياسة. أريم السياسة إنه كذا حلو. كلام في الحكام. حكام تقول إنه كذا حلو. لا تتكلم. هذا كاذب. نعم، هذه المساجد لله. مساجد الله سبحانه وتعالى. نعم. يتقدم الرجال إلى الصفوف الأولى. رجو صفقة هري صهر مريان. نعم. فإذا وجد الصلاة قد أقيمت، يعني ابتدأ الإمام الصلاة، ماذا يصنع؟ هدي وروح واركيلو الصلاة دي إلا أقيمي حسمين إياه. يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام. إمامك قاب اللقاب ومركا مريو الصلاة كل حلنا يوحرني الله أكبر. حتى لو أدرك الإمام في التشهد الأخير يكبر ويجلس للتشهد الأخير. حتى أتحيات الدمدو بسوقارة واللقب صنع إياه. تحسب له الركعة إذا أدرك الإمام قائماً أو راكعاً. هل ركعة وحقف الله حسابنا يا هدو إمام كتاجان أمر قرصان وقصو قارو؟ نعم. وإذا وجد الصلاة لم تقم بعد ماذا يصنع؟ هدي الروح مسايد كي إمادو صلاة دولي لأقيمين حصمين يا. إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر يصلي السنة القبلية. هدي صلاة سنة قبلية لا سنة الفجر وكله لابد ركعة وذكر الرئيسة تابو تكنيا. وإذا لم يكن للصلاة سنة قبلية يصلي تحية المسجد ثم يجلس ركعتين. صلاة هدان اللهين وحص سنة قبلية وحلو تكنيا وحلو يقانون لابد ركعة وذكر الرئيسة. وبعض الناس هدان الله إياه يقف في المسجد. ذاك قاركي هو استاجيا. يتكلم. والله يا. يرفع الصوت. قرب وعدكم قاضيا. يفتح الجوال يلعب في الرسائل في كذا. مسائل كذا حد يزقون له استعمال التلفون كي يعني ورقي لا صدري. أو ينظر إلى الإمام. أما إمامكم إيجيا. وينظر إلى ساعته. ساعته فيرن إلا قارب. كأنه هذا أخر إقامة الصلاة. وحد ما حد ودائنه يعني مقدم كصلاة أقدم كذي بودي جاي. والله ما يصنع هذا في بيوت الملوك الأمراء. وحالقوم السبيو بريها بقرها. دخلت إلى المسجد أنت في عبادة وفي بيت من بيوت الله تقدم. زاد تصورك شيء واحد كنت تقول قول الله سبحانه وتعالى هريمو. صلي. تكوه. اقرأ القرآن. قرآنك أخر سوء. استغفر. استغفار لأي مو. أما تشتغل بالدنيا بالجوالات بها هذا لا يليق به. أما إن لقوم شقوله الدنيا هي سلف تليفون ندبا. فإذا انتهت الصلاة. صلاة مكة دماتو. جاء بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكار النبي كصور تبوح الروح لا يمنيا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه دعا بعد الصلاة. رفع يديه ودعا. النبي كما سقنا عليه الصلاة والسلام صلاة كذب إنه قعمه زفر وقاضي دعيسته. بل هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من الجهل. أنه يدعو بعد الصلاة. شعث يمين سدوليه هاي صلاة كذب إن لدعيستها يوحوه يواجهني. لماذا؟ لأنه يترك موضع إجابة الدعاء في السجود وقبل التسليم ويترك هذه المواضع ثم يدعو بعد الصلاة. محايا إليه صلاة دمرك اللي قلت شروع مواضع بدن وحاجة الدعاء اللي هو أقبل السجود وكلع وهو مخالف للسنة. سنة دي خلافين. نعم. إذن أدبار الصلوات المفروضة الخمس تأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة هاشم تقداش الله الله إيمان إيسا أذكار الصلاة الرطية. نعم. إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نطبقها إن شاء الله تطبيق عملي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. إن شاء الله الصلاة المغرب كذب الحين وقادن دورنا قابلت نحن عليه الصلاة والسلام أنك وتبقينا.